بسم الله الرحمن الرحيم. هذا صوت واضح. أتمنى الكتابة في قسم المحادثة. ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم جميعا في مقرر محاسبة التكاليف. هذا يعتبر اللقاء الثاني. طبعا نحن تحدثنا في اللقاء السابق عن مقدمة، وكذلك أخذنا جزء من الفصل الأول التكاليف المعيارية. فخلونا نمر سريع على الجزئية اللي أخذناها، تمام؟ لو في أحد ما يعني حضر معنا، وبالتالي نربطها ب يعني جزئية هذا اليوم. طبعا في اللقاء السابق تحدثنا عن تعريف التكاليف المعيارية، وذكرنا من المنشآت التي تستخدم هذه التكاليف، وكذلك فرقنا ما بين التكاليف الفعلية والتقديرية والمعيارية، ووقفنا عند أسباب استخدام هذه المعايير، وبالتالي سوف يعني نأخذ هذه الجزئية. نذكركم، يعني ربما بعضكم أول مرة يحضر معنا، نذكركم أن جميع هذه محتويات هذا المقرر تم شرحه في عن طريق الفيديوهات التي تم إعدادها من العمادة، ونحن نحاول أن يعني نستعرض بعض الجزئيات، تمام، من باب يعني إفادتكم، وإلا المقرر هو يعني أوريدي مشروح، وبالتالي احنا نحاول نركز على بعض النقاط، نحاول نشرحها بطريقة مختلفة، ربما نثير بعض التساؤلات لديكم ونجيب عليها. طيب، كما ذكرنا لكم في المحاضرة السابقة، هذا الفصل يعني في جزء نظري نوعا ما، يعني نسبيا يعني طويل، تمام، وفي جزء عملي. الجزء النظري مهم، تمام، لأن فهمنا الجزء النظري سوف يساعدنا في قضية الأداء العملي، وبالإضافة هذا الجزء النظري سهل وعليه أسئلة، تمام، فأتمنى أنكم يعني تركزون عليه كما ذكرنا لكم في اللقاء السابق. طبعا ذكرنا لكم في اللقاء السابق ماذا نقصد بالمعيار بشكل عام، وذكرنا لكم أو ضربنا لكم مثال لما تذهب للطبيب، بعدين عرفنا لك ماذا نقصد بالتكاليف المعيارية، تمام؟ بعدين تحدثنا على قضية يعني ربط التكاليف المعيارية في بطاقة التكلفة المعيارية، ولماذا يتم استخدامها. بعدين ضربنا لكم مثال وقلنا لكم لما تسمع التكاليف الصناعية قد تأتي في بالك 3 عناصر رئيسية: مواد مباشرة، تمام، أجور مباشرة، وعندنا تكاليف صناعية غير مباشرة، تمام، يعبر عنها هنا مثلا بالأعباء. فلو لدينا نحن مصنع لإنتاج الخشب، فبالتالي الخشب والصبغ، تمام، فهو يعتبر من المواد المباشرة، والعامل أو ربما تكون الآلة التي تصنع هذا يعني هذه الطاولة، تمام، خلينا نفترض بشكل تقليدي أن هناك عامل، وبالتالي سوف يكون هناك عمل مباشر، وبالتالي هناك أعباء إضافية هي التكاليف التي لا يمكن تتبعها بدقة، مثال الإيجار، مثال التأمين، إلى غيره من التكاليف التي لا ترتبط بعملية الإنتاج هذه الوحدة بشكل مباشر. مثال الخشب بإمكان تتبعه، والله إحنا عندنا الطاولة تحتاج 2 متر 3 متر خشب، فبالتالي إحنا أخذنا 3 متر، فبالتالي ممكن تتبعها. أما قضية كيف هذه الطاولة استفادت من إيجار الموقع، تمام، كيف استفادت هذه الطاولة من الكهرباء التي كانت في هذا الموقع، فبالتالي الأعباء الإضافية أو التكاليف الصناعية غير مباشرة يتم عمل لها معيار، تمام، معدل تحميل، تمام، وبالتالي يعني يتم يعني ضربه في الكميه المحدده، وبالتالي نستطيع ان نصل الى هذه التكلفه. وطبعا ناخذ ان شاء الله بالتفصيل في يعني اختلاف انواع التكاليف. بعد ما كان عندي تكلفه المواد المباشره والاجور المباشره والتكاليف الاضافيه، استطيع ان اصل الى اجمالي التكلفه. بعدين هنا يعني بعد ما قام يعطيني مفاهيم أو يعني
بعض يعني اللمحات عن التكاليف المعيارية. هنا يذكر لي المفهوم ماذا نقصد بالتكلفة المعيارية، وكذلك هنا يجاوب لي على السؤال أنه ما هي أنواع المنشآت التي تستخدم هذه التكاليف المعيارية. وهذا سؤال قد يأتي، يقول السؤال التكاليف المعيارية يتم استخدامها فقط من قبل المنشآت الربحية، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ ممتاز سوسن، خطأ. لماذا؟ لأن التكاليف المعيارية قد تستخدمها المنشآت التي تهدف إلى الربح بالإضافة إلى المنشآت التي لا تهدف إلى الربح. بالتالي سؤال سهل، يعني إذا فهمنا نستطيع أن نجيب عليه. طيب، كذلك هنا بعدين ذكرنا لكم التكاليف الفعلية والتكاليف التقديرية، ذكرنا تعريفهم، لا نستطيع أن نعيدهم تمام عشان الوقت، ولكن يعني ذكرنا لكم كيفية تعريف السؤال. قد يعني أعطيك تعريف معين وأقول لك هذا التعريف يدفع أو يعني يصف أي نظام، هل التكلفة المعيارية أو الفعلية أو التقديرية، فيجب أن يعني نعرف الفرق بينهم. بعدين هنا توقفنا عند أسباب استخدام المعايير، تمام؟ لماذا نحن يعني ندعو إلى استخدام المعايير؟ هل لها يعني أسباب وجيهة تدعونا إلى استخدام هذه التكاليف المعيارية؟ ولا يعني إحنا خلاص ليش ما نركز على التكاليف الفعلية ونريح دماغنا، تمام؟ فهناك أسباب وجيهة يعني تدعو المنشآت سواء كانت تجارية ولا غير تجارية، عفوا، يعني تدعو تهدف إلى الربح أو غير أو لا تهدف إلى الربح، تدعوها إلى استخدام المعايير أو التكاليف المعيارية. أول أسباب الرقابة على التكلفة. نحن لما يكون لدينا منشأة، تمام، لكي نستطيع أن نراقب الأداء الفعلي يجب أن يكون لدينا معيار نقيس عليه. وهنا لما نتحدث عن التكاليف المعيارية، فلو أنا لدي نفس المثال السابق، لدي مصنع لإنتاج الطاولات الخشبية، لما أنا الآن أستهلك خشب كتكلفة فعلية، وبالتالي لا أستطيع أن أعرف يعني مرة استخدمت 3 متر، ومرة استخدمت 5 متر، ومرة 6، ومرة 2، تمام؟ فبالتالي أيهما يعتبر الأفضل، تمام؟ فبالتالي أنا كمشرف على يعني على التصنيع أو كمدير، تمام، كيف أحكم أو كيف أراقب العملية الإنتاجية، تمام، من ناحية التكاليف. فبالتالي يجب أن يكون لدي تكلفة معيارية، فأنا أقول مثلا مفروض حسب المعيار، وبعدين بعد شوي نتكلم كيف يتم يعني وضع المعيار، أقول والله أن الطاولة يجب أن تستهلك 3 متر من الخشب. فبالتالي لما يكون عندي استهلاك 5 متر و6 متر، أعرف أن هناك ماذا انحراف، وانحراف سلبي معناه أن هناك إسراف، تمام. فبالتالي هذه التكلفة المعيارية ساعدتني على الرقابة. ولما يكون مثلا ربما، تمام، يعني استخدمنا مثلا خشب بشكل مثلا ب2 متر وتم مؤدي القبض، يعتبر هذا انحراف إيجابي، فبالتالي كان هناك توفير، تمام، أو نضرب عليه بشكل مثالي أو أفضل من يعني هذه الطريقة، لو أن استهلاك هذه الطاولة تحتاج لإنتاج لمدة ساعتين وتم إنتاجها في خلال ساعة ونصف، تمام، فبالتالي يعتبر هذه الساعة ونصف انحراف موجب، بالتالي أنه وفرنا نحن في قضية التكلفة. طيب، فالرقابة على التكلفة زي ما ذكرت لكم تساعد إدارة الإنتاج أو سواء الإدارة العليا في قضية أنها تراقب على يعني تراقب سلوك التكاليف في هذه الوحدة، فبالتالي تستطيع أن يعني ننتج التقارير التي تبين يعني الأداء وهل نحن ماشيين مع المعايير الذي وضعناها ولا في هناك انحراف، وبالتالي ننظر إلى هذا الانحراف هل هو انحراف سلبي، فبالتالي نبحث عن أسبابه ونتخذ الإجراء السريع للتصحيح،
تمام؟ فبالتالي لما يكون أنا عندي معيار واضح، بالتالي أستطيع بسرعة أن أكتشف الخطأ، بعكس لما لا يكون لدي معيار، فبالتالي سوف يمر الشهر والشهرين والثلاثة، وبالتالي سوف تتراكم هذه الأخطاء، وبالتالي سوف يكون تأثيرها سلبي، وإصلاحها سوف يتطلب تكلفة أعلى. طيب، خلونا ننتقل الآن إلى السبب الآخر الذي يدعو المنشآت إلى استخدام التكاليف المعيارية، قرارات التسعير. طيب، نحن الآن لما نعتمد فقط على التكاليف الفعلية سوف نلاحظ أن التكاليف فيها تذبذب، تمام؟ فبالتالي ربما احنا نشتري أو مصنع إنتاج الطاولات الخشبية، ربما لو احنا اشترينا الخشب بهذا الشهر ربما تكون الأسعار متوسطة، تمام؟ والشهر اللي بعده ربما يحدث يعني حاجة اقتصادية، تمام؟ حاجة لها علاقة بالبيئة، بالقوانين، ربما أدى إلى ارتفاع أسعار هذا المنتج، تمام؟ وربما يستمر شهر شهرين يرتفع بشكل كبير، وبعدين بالتالي ربما يأتي بعد فترة ينخفض بشكل كبير. فبالتالي هذا التذبذب، لكي نحن يعني نستطيع أن نتجاوز هذا التذبذب يجب أن يكون لدي متوسط لهذه التكلفة. فبالتالي التكلفة المعيارية هي لما تكون تم وضعها بشكل جيد، فبالتالي هي تتغلب على هذا التذبذب، وبالتالي تعطيني متوسط متسق، وبالتالي يتجنب هذه التقلبات السعرية. وبالتالي لما أنا يكون عندي التكلفة المعيارية واضحة، تمام، أعرف كم كلفني هذا المنتج، هل أستطيع بالتالي أن أبني عليه سياستي التسعيرية؟ أجيبه، هل نستطيع؟ نعم، الجواب نستطيع، خلاص عرفنا التكلفة، وبالتالي نستطيع أن نضع السعر المناسب، والتكاليف المتعلقة بالسياسة التسعيرية نضيفها على هذه التكلفة المعيارية، فبالتالي هي تساعد في قرارات التسعير. كذلك هنا يعني في من الأسباب أن ربما نستخدمها في قضية معرفة تكلفة المخزون لكي يسهل علي قضية الرقابة على المخزون، فبالتالي أنا فقط أراقب الكميات، تمام؟ لما تكون عندي تكلفة واضحة فبالتالي يسهل علي قضية مراقبة الكميات، إلا أن هنا يذكر لي أن لما نعد القوائم المالية يجب أن يكون أو نحسب المخزون بالتكلفة الفعلية، تمام؟ لكي يعني تكون متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة. ولكن لو ننظر نحن فقط من ناحية الرقابة على المخزون، ما لنا علاقة في قضية إصدار القوائم المالية، نرى أن لما نستخدم التكلفة المعيارية فبالتالي يسهل علينا الرقابة، لأن فقط نركز على الكميات، كم طلعت كمية، كم يعني دخل المستودع، كم خرج من المستودع، فبالتالي لما نعتمد على التكلفة المعيارية يسهل علي اللي هو معرفة بقية البنود، تمام. ولكن لما سوف نصدر قوائم المالية، تمام، يجب أن يعني لأن هذه القوائم المالية سوف ينظر لها وناس آخرون، فبالتالي موضوع التكلفة المعيارية ربما لا يفيدهم، هم ربما يريدون أن يعرفوا التكلفة الفعلية، وبالتالي حسب المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما يجب أن يتم حساب المخزون بالتكلفة الفعلية. طيب، نأتي الآن إلى سبب رابع وهو تقييم الأداء. حنا ذكرنا لكم لو أنت الآن مدير أو مشرف على وحدة الإنتاج، كيف الآن تقيم الأفراد الذين يعملون في هذا المصنع، تمام؟ فبالتالي عشان ما يكون هناك مزاجية أو يكون هناك يعني عدم اتساق، يعني مرة أقول والله يعني لكي تنتجوا هذا المنتج تحتاجون 5 ساعات، بعد مرة أقول والله لا 6 ساعات، بعد مرة أقول 4 ساعات، فبالتالي لا أستطيع أن أقيم الأداء بهذا الشكل. ولكن لما يكون عندي تكاليف معيارية، والتكاليف زي ما سوف نذكرها لكم، شيء يتعلق بالمواد، في شيء يتعلق بالأجور، تمام، ساعات العمل سواء كانت آلات ولا كانت يعني عمال أو موظفين، فبالتالي نستطيع أن نستخدمها في قضية تقييم الأداء لما يكون عندي يسمونه يعني معيار بنش ماركينج، فبالتالي أنا أقيس هذه التكاليف على هذا المعيار. فبالتالي أحيانا لما يكون هناك انحراف
أشوف هذا الانحراف لما يكون مثلا في المواد بالزيادة معناه سلبي، ربما لو كان في قضية ساعات العمل زادت فبالتالي يعتبر سلبي، والعكس صحيح لما يكون عندي ساعات العمل المعيارية 5 ساعات وهم لكي ينتجوا هذه الوحدة يأخذوا مثلا 4 ساعات معناها تحسنت يعني عملهم وبالتالي يعتبر حاجة إيجابية. جيد يا مرام. طيب بعدين نأتي إلى السبب الخامس، الوعي التكاليفي. تمام، وهذه مهمة، يعني حتى ربما أنتم بعضكم لما يعمل في منشآت يجب أن يكون عنده وعي تكاليفي. تمام، فبالتالي المدير لما يتخذ القرار تمام يجب أن يتخذ القرار بناء على المعلومات، ولما نحن نتكلم على منشآت تمام فهذه المنشآت لديها تكاليف، فبالتالي كل قرار له علاقة بهذه التكاليف. تمام، فبالتالي تخيل أنا الآن سوف أغير السياسة السعرية وأنا ليس لدي يعني فهم لموضوع التكلفة، فبالتالي أنا سوف أتخذ سياسة سعرية غير جيدة، فبالتالي المدراء سواء كان المدراء العامين أو المدراء المتخصصين مثل مدير الإنتاج أو مدير التسويق إلى غير أو غيره من الإدارات الأخرى، إذا كان لديهم قرار يجب أن يربطوه في قضية اللي هو التكاليف، وبالتالي يستطيعوا أن يتخذوا قرار سليم. وكذلك جزء من عملية الإدارة اللي ذكرناها سابقا هي قضية ماذا؟ الإشراف والمراقبة والمتابعة. تمام؟ فبالتالي يجب أن يكون لديهم وعي في عملية التكاليف ويعني معرفة الانحرافات التي تنتج عن هذا الوعاء أو هذا النوع من التكاليف عندما نقارنها بالتكاليف الفعلية. وبالتالي هنا لما نعرف الانحراف يأتي الآن عمل إدارة في اتخاذ القرار السليم سبب الانحراف. تمام، وما هي طرق معالجتها؟ يعني ربما لما يكون أنا عندي أرى أن هناك انحراف في اللي هو أجور الموظفين. تمام، فبالتالي نكتشف أن الأجور يعني في ارتفاع، فبالتالي لما أنا أعرف أن المفروض الأجور لهذا المنتج عند المنافسين يكلف مثلا نفترض مثلا بس عشان أعطيكم رقم 50 ريال، ولكن نرى أنه يكلف عندنا مثلا ربما 80 ولا 90، معناه أن نحن خارجون عن التكلفة المعيارية، وبالتالي يجب أن نتخذ قرار صحيح. ربما يعني نشوف ربما العمالة الذي لدينا كفاءتهم منخفضة فبالتالي ربما نغيرهم، وبالتالي نستطيع ربما نقلل عددهم، أو ربما يعني بدال ما نعتمد على الموظفين أو نعتمد على يعني الإنسان نعتمد على الآلات، فبالتالي نوفر في قضية اللي هو الأجور التي تأتينا بسبب استخدام مثلا الموظفين أو يعني العمل الإنساني. فهذه كلها لكي الإدارة يعني تصل إلى هذه من المراحل المتقدمة في اكتشاف الأخطاء ومعالجتها يجب أن يكون لديهم وعي تكاليفي. نأتي قضية أخرى هي قضية الإدارة بالأهداف. تمام، الإدارة بالأهداف المقصود بها أن المنشأة تخطط وتنظم وتراقب. تمام، وتستخدم الأهداف في هذه العمليات. تمام، فبالتالي التكلفة المعيارية هي تساعدني في وضع هدف معين، لما تكون تكلفة مثلا لهذا المنتج 100 ريال فبالتالي أنا هدفي أن التكلفة لا تتجاوز هذا الرقم. تمام، وبالعكس ربما أسعى إلى التقليل من هذا الرقم. تمام، لكي يعني أزيد من مثلا هامش اللي هو الإجمالي سواء اللي هو متعلق بالأرباح وغيره. كذلك في قضية الاحتفاظ بالسجلات، يعني المقصود به لما أنا مثلا يكون عندي اهتمام ب يعني لما أستخدم التكاليف المعيارية فبالتالي سوف تقل عملية السجلات. تمام، لأن التكلفة واحدة ما تتغير، ربما فقط يعني أركز على قضية الكميات. تمام، ولكن كما ذكرنا لكم لما مثلا نتكلم عن المخزون، لما نتكلم على يعني وضع القيمة هذه في القوائم الخارجية التي سوف يطلع عليها الأطراف الخارجية سواء كانوا مستثمرين ولا دائنين ولا غيره، وبالتالي يجب أن تكون في التكلفة الفعلية. طيب هنا ملخص لأسباب استخدام المعايير.
تمام، ويعني يعني أتمنى يعني أنكم يعني تقرؤونها عشان بس ما يعني نعيد نفس الكلام. طيب نأتي الآن، انتهينا من هذه الجزئية في اللقاء السابق وجزء من الأسباب في هذا اللقاء. خلونا الآن نتكلم عن خطوات إعداد المعايير. طبعا المعيار لكي يعني نستطيع أن أو لكي يؤدي الوظيفة التي يعني أتى من أجلها، يجب أن تكون هذه المعيار مساقة بطريقة يعني جيدة، ويجب أن يعني تمر بالمراحل التالية. أول نقطة يعني لكي المعيار يؤدي الغرض الذي وجد من أجله، يجب أن يكون المعيار شامل لكافة العناصر المؤثرة في التكلفة. فبالتالي نتكلم على عنصر الشمولية. فلو أنا عندي هذا المنتج، تمام، المنتج هذا فيه مثلا 3 أجزاء رئيسية، عندي مواد مباشرة، أجور مباشرة، تكاليف صناعية غير مباشرة. لكي التكلفة المعيارية هذه تكون جيدة، يجب أنها تشمل المواد المباشرة والأجور المباشرة وتكاليف صناعية غير مباشرة. فبالتالي أنا أستطيع أن أصل إلى رقم يمثل تكلفة معيارية جيدة. لو أنا أهملت أي جزء يدخل في حساب هذه أو يؤثر على هذه التكلفة، فبالتالي سوف يكون عندي الرقم الذي سوف أنتهي له غير جيد. تمام، هذه طبعا المعايير. ولما نقول العناصر المؤثرة بالتكلفة، نفس العنصر هذا المواد المباشرة، يجب أن المادة هذه من وين نأتي بها؟ تمام، يجب أني تكون يعني يدخل في الحساب تكلفة النقل والشحن وربما القوانين إلى آخر الأجور، نفس الشيء. وهذه يعني نأتي إلى بعد قليل لما نتكلم على قضية الانحرافات. طيب كذلك المعيار لكي يكون جيد ومؤثر، يجب أن يتنبأ بالظروف المتوقعة في المستقبل. فبالتالي لما نحن الآن سوف نحسب معيار معين أو تكلفة معيارية، مو فقط والله ننظر إلى السنوات الماضية ونقول هذا المعيار، ربما هذا المعيار يناسب السنوات السابقة، ولكن يجب أن نتنبأ بالمستقبل. تمام، ربما يكون عندي متوسط التكلفة للسنوات السابقة لنفترض مبلغ مثلا 100 ريال للوحدة الواحدة. تمام، ولكن نحن نتنبأ بالمستقبل أن ربما التكلفة تزيد لأي سبب كان، فبالتالي يجب أن نغير هذا الرقم ونجعله يشمل الظروف المستقبلية. تمام، فنقول مثلا ربما 120. تمام، ليه؟ لأن احنا يعني توقعنا الظروف المستقبلية أنها سوف تؤثر بالزيادة، فبالتالي يجب أن نأخذها بالاعتبار، وإلا لن يؤدي هذا المعيار الغرض الذي يعني وجد من أجله. كذلك يجب أن يكون المعيار يأخذ التطورات الحديثة، تمام، في البيئة المحيطة. تمام، فبالتالي هذا يدخل في قضية الشمولية، وكذلك يعني التطور اللي من ناحية قضية مثلا إنتاج الوحدة الواحدة، ربما نقول تستهلك ساعتين. تمام، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الآلة التي تنتج هذه الوحدة ربما تتطور، ربما تنخفض المدة الزمنية إلى آخره. وكذلك في نقطة قابلية المعيار للتعديل، يعني يجب أن يكون المعيار فيه ميزة أنه فيه مرونة يسمح بأن يعدل حسب احتياج المنشأة، ربما تمر ظروف استثنائية تستدعي التعديل هذا المعيار، فبالتالي يجب أن يكون المعيار يعني قابل للتعديل، ما يكون جامد لا نستطيع أن نعدله، وبالتالي يعني يجب أن تكون في قابلية التعديل أو المرونة. طيب الآن عرفنا الخصائص التي يجب أن تتوفر في المعيار لكي يؤدي الغرض الذي أنشئ من أجله. طيب الآن ما هي الخطوات إعداد المعيار؟ تمام، لو احنا لدينا منشأة تريد أن تصل إلى تكاليف معيارية تتعلق بالإنتاج، ما هي الخطوات التي يمر بها إعداد هذه المعايير؟ أول حاجة يتم تكوين لجنة. لماذا؟ لأن اللجنة تكون فيها عدة أشخاص، وهؤلاء الأشخاص لديهم عدة تخصصات، لديهم عدة وجهات نظر، فبالتالي يستطيعون أن يتناقشوا ويصلوا يعني إلى اختيار معيار قابل للتطبيق ويحقق الخصائص التي ذكرناها سابقا.
النقطة الثانية، يجب الاستعانة بالخبرة الماضية، تمام؟ فبالتالي يجب لما نريد أن والله أن نضع تكلفة معيارية، يجب ندرس السنوات السابقة، نشوف كيف سلوك التكلفة، تمام؟ يعني ارتفاعها، انخفاضها، الأسباب، تمام؟ فبالتالي نستطيع أن يعني لو يعني وصلنا إلى رقم مثلا 100 ريال، تمام؟ فبالتالي حنا يجب أن نضع له هامش، تمام؟ هو مثلا صرف، تمام؟ يعني يلحق بهذه التكلفة، فبالتالي هذه كلها يجب يعني أن نضعها في الاعتبار، وهذه كيف نعرفها؟ عن طريق الأشياء التاريخية التي حدثت في السابق، تمام؟ فبالتالي يجب الاستعانة بالخبرة الماضية في عندما يتم تحديد بعض العناصر التي تؤثر على التكلفة، مثل إيش العناصر التي تؤثر؟ الضياع، تمام؟ الإسراف الطبيعي والغير طبيعي، تمام؟ لو احنا اكتشفنا أن والله عندنا مادة وهذه المادة دائما يعني تتبخر، تمام؟ واحنا حتى ما استخدمناها، تمام؟ لطبيعتها، هذه طبيعتها دائما، فبالتالي يجب أن نأخذها في الاعتبار، وهكذا. فبالتالي هذا يسمى إسراف طبيعي. كذلك مثلا في المواد، ربما أحيانا يعني والله نقول الطاولة تحتاج 2 متر خشب، تمام؟ ولكن واقعيا اكتشفنا أنه ربما يزيد، مثلا ربما يكون هناك سرف، يعني سواء يعني كان غير مقصود، يعني مثلا نصف متر زيادة، فبالتالي يجب أنك تحطه في الاعتبار، ولا المعيار لن يؤدي الغرض الذي يعني أنشئ من أجله، تمام؟ لأن المعيار لما يكون مثالي بشكل مرتفع، وبالتالي ليس له علاقة بالواقع، وبالتالي هنا يعني يفقد قيمته. طيب، كذلك في قضية تتبع مراحل تحقيق القيمة، تمام؟ هذه تأتي من قضية يعني المراقبة ويعني المتابعة، وبالتالي يعني تستطيع أن يعني تصل إلى اللي هو تحقيق التخفيض الذي نريد أن نصل إليه، تمام؟ فهنا ترون أن يكون هنا الغرض منها التخفيض يعني إلى أدنى حد ممكن، وبالتالي هذه كلها تأتي عن طريق تتبع هذه المراحل. كذلك التنبؤ بالظروف المستقبلية، تمام؟ يعني هذا جزء من ذكرناه في المعيار أو الخصائص التي يجب أن توجد في المعيار، أن يتنبأ بالظروف المستقبلية. كذلك نحن في خطوات إعداد المعيار يجب أن تكون مرحلة، يجب أن نتنبأ بالظروف المستقبلية، نفكر نشوف ما هي الأشياء التي تؤثر على التكلفة في المستقبل، تمام؟ سواء كانت عوامل اقتصادية، تمام؟ أو عوامل لها علاقة بالقطاع، ولا عوامل لها علاقة بالشركة، تمام؟ هذه كلها يجب أن ندرسها وناخذها في الاعتبار، يعني نتنبأ بها، نحدد هذه العناصر اللي في المستقبل، ونشوف كل عنصر كيف تأثيره، هل سوف يزيد ولا سوف يخفض هذه التكلفة، وبالتالي نشوف في الأخير المجمل أيهما أكثر، التخفيض ولا التقليل، وبالتالي نضيفه على التكلفة. كذلك التجربة المعملية للمعيار، تمام؟ خصيصا لما يكون معيار جديد، فبالتالي يجب يعني أن يتم تطبيقه، تمام؟ فبالتالي نتأكد من أن هذا المعيار صالح للتطبيق العملي، وليس فقط هو نظري وغير قابل يعني التطبيق في الواقع. فبالتالي قبل ما نخرج نحن كلجنة لإدارة المنشأة أن نقول أن هذه التكاليف المعيارية، يجب أن ننزل في أرض الواقع، تمام؟ ونطبق على منتج وحدة، وحدتين، ثلاث، ونشوف أنه فعلا يمشي معنا بشكل يعني جيد، وبالتالي نستطيع أن نعتمد على هذا المعيار. طيب، نأتي الآن إلى النقطة اللي هي تصنيف المعايير، تمام؟ وهذه مهمة، أتمنى أنكم تركزون عليها، تمام؟ المعايير تصنف إلى ثلاثة يعني أجزاء أو إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من وجهة نظر وحدة القياس، بعد شوي بناخذ ايش معناها. وثانيا من وجهة نظر قابلية المعيار للتحقق في الواقع. وثالثا من وجهة نظر المشاركين أو القائمين على تنفيذ هذا المعيار. طيب، من وجهة نظر وحدة القياس، لدينا هناك معايير كمية هي تتعلق بالكميات، مثال والله عندنا
مثلا إنتاج الطاولة مثلا، فبالتالي نتكلم على مثلا ماذا، على خشب، نتكلم على صبغ، فهذه كلها تدخل من ضمن الكمية. وعندنا المعايير السعرية اللي هو يتكلم سعر هذه المادة، فالمتر الخشب كم تكلفته وهكذا. فبالتالي لما نريد أن نصل إلى حساب التكلفة هي عبارة عن الكمية ضرب السعر. كم الكمية؟ 10 كيلو، تمام، ضرب 5 تعطيني كم؟ 50 ريال، ولا مثلا 5 متر خشب في 5 25 ريال، وهكذا. طيب، التصنيف الثاني من وجهة نظر قابلية المعيار للتحقق، فهناك جزئين، عندنا معايير مثالية أو نظرية، وبالتالي هذه المعايير لا تراعي اللي هو الواقع، ولا تراعي اللي هو أن ربما يحدث هناك تلف، سواء كان هذا التلف طبيعي ولا غير طبيعي أو سرف، تمام. فبالتالي هذه المعايير يكون يعني غير قابلة للتطبيق أو يستحيل تحقيقها واقعا، فبالتالي هذه معايير النظرية. وهناك في الجانب الآخر معايير واقعية أو عملية أو وسطية، وهي التي تبنى في ظروف الواقع، وبالتالي تأخذ في الاعتبار أن هناك ربما سوف يكون سرف، ربما يكون هناك ضياع طبيعي زي ما ذكرت، ربما تكون مادة يعني لما نفتحها تتبخر، تمام. فبالتالي النقص في هذه المادة، تمام، ما هو سبب والله أنه في إسراف، لا، هي طبيعتها هكذا، فبالتالي ربما يضيع منها 10%. فبالتالي هذا يجب لما ندخل هذا المعيار أو نضع هذا المعيار، يجب أن ناخذ مثلا نقول والله 10% هذه قد تضيع كضياع طبيعي لأن طبيعة المادة هكذا، فبالتالي هذه تسمى معايير واقعية. كيف يأتي عليه السؤال؟ أقول لك المعايير التي لا تراعي احتمالات تعطل الآلات أو التلف أو ضياع المواد تسمى ألف معايير مثالية، باء معايير واقعية، إلى آخره. فماذا يكون الجواب؟ طبعا يكون الجواب ألف المعايير المثالية. ممتاز. بعدين نأتي إلى الصنف الثالث ونختم فيه هذا اللقاء، اللي هو يتكلم على المعايير حسب الشخص المشارك في وضعها. فإذا كانت معايير تم وضعها من الأعلى، ولما نقول من الأعلى احنا نعرف أن يعني زي الهرم من الإدارة العليا، فبالتالي هذه تسمى معايير مفروضة، أتت من الأعلى إلى الأسفل، تمام. وأما إذا كان العكس، لما كانت المعايير يعني آتية من الأسفل إلى الأعلى، فتسمى معايير نابعة من المنفذين. طيب، فبالتالي المعايير النابعة من المنفذين دائما تكون معايير أكثر نجاحا، لسبب أنها نابعة من الناس اللي سوف ينفذون هذه المعايير، فبالتالي يعني تكون لها قبول أكبر. ومع هذا يعني لا يمنع أن الإدارة يكون لها رأي في وضع هذه المعايير، تمام؟ أن ربما الإدارة، لا تنسى الإدارة، يعني لماذا نقول إدارة عليا؟ مو بأنهم أعلى بسبب أنه يعني مركزهم الإداري، لا، لكن احنا لما نقول الإدارة العليا لأنها تنظر إلى الأمور من عدة زوايا، تمام؟ فبالتالي ربما تكون معايير من المنفذين، ولكن إدارة ربما يكون لديها وجهة نظر، أو ربما تعرف تقنيات معينة تساعد في تقليل هذه التكلفة إلى آخره، أو ربما تعرف أن هناك في المستقبل سوف تكون عناصر تؤثر على التكلفة، بالتالي يعني بشكل عام الأفضل يكون من الطرفين. طيب، خلونا نكتفي بهذا القدر. زي ما ذكرت لكم نوعا ما، شوف الجانب النظري ربما يكون عند بعض الناس نوعا ما شوي ممل، ولكن الحمد لله هذا يعني جزء إن شاء الله سهل، تمام، قابل للفهم، وزي ما ذكرت لكم يعني تجدون عليه سوف يكون عليه أسئلة، فأتمنى أنكم يعني ما تهملونا. طيب، قبل ما نختم اللقاء، في أحد عنده سؤال؟ يكتب السؤال، اللي لديه سؤال يضعه في قسم المحادثة. اللقاءات المسجلة يعني أنا تواصلت مع العمادة
وذكرت لهم، قالوا احنا عندنا خبر وشغالين على معالجة يعني هذه النقطة، تمام. فان شاء الله بانتظارهم، او انا يعني يمكن بشكل يومي دائما ادخل واشيك، تمام. وتواصلت معهم ويعني، وحتى كتبت لكم في المنتدى في وقتها، تمام. وقالوا الان العمل جاري، العمل على تصليحه، وان شاء الله باذن الله تعالى يعني نتوقع ان يعني يصلحوها زي ما صلحوا لنا يعني الاسبوع الماضي. كان شوي في مشاكل تقنية في الإلقاء، الحمد لله هذا الأسبوع يعني في سلاسة في الدخول على المنصة وعلى البلاك بورد، فإن شاء الله نتمنى أنهم يعني يحلون هذه المشكلة. طيب في أحد عنده سؤال ولا قبل ما نختم؟ طيب احنا ذكرنا اللي سألت وش نعتمد، احنا ذكرنا في المحاضرة السابقة، تمام، ذكرنا ان يعني ذكرنا لكم المرجع، وذكرنا لكم ان عندكم الفيديوهات التي تم وضعها من قبل العمادة، تمام، التي تشرح لكم المقرر، تمام، هي المرجع الأساسي لكم، تمام. وهذه الشرائح هي جزء من، هي مشروحة في قضية اللي هو الفيديوهات، فبالتالي حنا سوف نضع لكم هذه الشرائح، تمام، اللي هي تعتبر يعني ترجمة لهذه الفيديوهات، تمام. فبإمكانكم أنكم يعني تذاكرون من هذه الشرائح، لأنها في الأصل مأخوذة من الفيديوهات، تمام. ولكن زي ما قلت لك، إذا ما أنت الآن تقرأها كذا ربما تكون صعبة عليك، تمام، ولكن يجب أنك تشاهدها مع الفيديو. وحنا كذلك يعني سوف نسدد ونقارب في قضية اللي هو يعني شرح أغلب الجزئيات المهمة، ويعني ما نبي نعيد الكلام، ولكن نضطر بما أن اللقاءات السابقة ربما بعضكم لا يستطيع النظر لها، نحن لدينا وقت محدود، تمام، والمقرر يعني أوريدي هو مشروع، ولكن حنا يعني نحاول أن نشرح، نركز، يعني نعطيك شوي تصور عن الأسئلة، وكذلك ربما بعض الطلاب يعني أو الطالبات يكون لديهم يعني لما يسمع شرح كذا مباشر ربما تظهر لها أسئلة، وبالتالي يعني يستفيد من هذا اللقاء. طيب في أحد عنده كذلك سؤال قبل ما نختم؟ طيب بما أنه لا توجد أسئلة، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء، إن شاء الله نراكم في اللقاء القادم. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.